يوحنا 3 انجيل يوحنا صح 3 مجرد عايز اوريك صوره جميله. هنقارن ما بين ايتين بس محتاج تركز عشان لو انت مش هتبص على الشاشه هتحتاج تركز عشان تسمعهم. هقارن ما بين ايه في يوحنا 3 وايه في يوحنا 5 فاسمع من كل قلبك. يسوع بيقول الايتين يوحنا 3 لم يرسل سوري انا قلت يوحنا 3 17 انا اسف يوحنا 3 17 لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص العالم. سهله. لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص العالم. احتياطي لو انت مخدتش بالك. الاب لم يرسل ابنه ليدين العالم بل ليخلص العالم. عدد 18 الذي يؤمن به لا يدان. يوحنا 5 عدد 22 يوحنا 5:22 الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينونة للإبن. أنتوا هنا؟ أوكي. مرة تاني يوحنا 3 لم يرسل الله ابن إلى العالم ليدين العالم. يوحنا 5 الآب لا يدين أحد أعطى كل الدينونة للإبن. عدد 27 أعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. هو الابن يدين العالم ولا لا يدين العالم؟ أنهي آية؟ والابن بيدين العالم هتبقى عكس يوحنا 3 لم يرسل الله ابنه ليدين العالم. لو الابن لا يدين العالم هتبقى عكس آية يوحنا 5 أعطى كل الدينونة للابن. يبقى أنهي واحدة؟ الاثنين. الاثنين. هو بيدين العالم فأنت بتقف قدامه كديان بس في نفس الوقت هذا الديان هو اللي واقف جنبك كمخلص. بتقف قدامه كقاضي بس في نفس الوقت هذا القاضي هو اللي واقف جنبك كمخلص كمحامي. حد هنا؟ لم يأتي الابن ليدين بل ليخلص. الاب مش بيدين حد، اعطى كل الدينونة للابن اللي خلص. مرة كمان الابن مش بيدين حد بس ما فيش حد بيدين غير الابن. الابن مش بيدين حد يوحنا 3 بس ما فيش حد بيدين غير الابن يوحنا 5. لأن اللي بتقف قدامه قدام روح القضاء هو الإله اللي واقف جنبك مخلص أو الإله اللي واقف فيك مخلص أو الإله اللي مغطيك تعبيرات الأدق يعني أو الإله اللي مغطيك بفدائه وبدمه كمخلص ليك. وده اللي بيخليك وبيديك الصلاحية لك لما تقف قدام روح القضاء تلمع مش تتحرق. كلنا بترمي علينا حاجات الطريق. كلكم عارفين القصة بتاعت يسوع وبطرس لما قال له لازم أغسل رجليك ليه؟ لأن ده تراب الطريق. قال له اغسلني كلي. قال له مش محتاج تتغسل كلك. أنت أول ما اتغسلت كلك بقيت ابن للرب بنت للرب. أنت محتاج التراب بتاع تراب الطريق بس يتغسل من رجليك. هو ده قذر الطريق أو دي الحاجات اللي في الدم
عشان كده الرب بيقول لك انت محتاج تتعامل مع الضعفات القديمه. عيد الجمله بطريقه تانية. عارف ليه ضعفات قديمه بترجع لك في بعض احيان؟ لانك عمرك ما تعاملت معها بروح القضاء، تعاملت معها بروح التوبه. مره كمان، ليه قضاءات كتيره، سوري، ليه ضعفات كتيره بترجع في حياه البعض؟ انك عمرك ما تعاملت معها بروح القضاء على هذه الضعفات، لكن تعاملت معها بروح التوبه من هذه الضعفات. مش بلغي التوبه، لكن روح التوبه هو مستوى يوحنا المعمدان، روح النار هو مستوى يسوع المسيح. انت تلميذ اني واحد فيهم؟ في ناس مبتسبة ابتسامة جميلة، وفي ناس بتبرق مخدودة. بسبب ان اتسلب مننا، عشان كده انا بادي هذه المشاركة، انه اتسلب مننا ابليس على مدار السنين، سلب مننا هذا الحق وهذا الادراك بتخويف يخليك تجري من هذا التعبير اللي اسمه قضاء الهي، برغم انه ببساطة هذا هو المعروض ليك، انك بتقف في القضاء الالهي، روح القضاء والاحراق ده انت بتطلبه. أنا لما بيغسلك وبيغسل القذر وبينقي الدم، وانت وانا محتاجين الدم يتنقى بتاعه، وما تتصورش ان هذه التعبيرات تعبيرات كده يعني مجازية. يعني الناس اللي ما بتحبش مدارس الرمزية ما بتاخدش حتى الآيات دي بصورة حرفية، واللي أنا عايز أتكلم عليه هو الصورة الحرفية بتاعتها، إن الدم محتاج بتاعنا يتنقى، لأن إحنا مولودين ليس من مشيئة دم، ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل. فلما الرب يقول لك لما بينقي دمك وبيغسل قذرك، المادة أو الوسيلة اللي بيعمل بيها كده هو روح القضاء وروح الإحراق. ولو عمل كده مش بس بينقيك، مش بس بيحرق الإحباط والحاجة اللي ترمت علينا في الطريق، لأنه تراب الطريق. لو أنت طبيعي ماشي بتعامل مع الناس، تعامل مع العالم، تعامل مع أخبار، وتعامل مع الظروف، تعامل مع شغل، أنت تعامل طول الوقت مع حاجات توسخ هدومك من خلال أنت فتحت لها الباب أو بتترمي. عشان كده رب يسوع قال لبطرس لازم أغسلك عشان يبقى ليك معايا نصيب. فلما توقف في روح القضاء والإحراق، هذه الحاجات بيتم القضاء عليها. وفي بعض الأحيان أنت محتاج تشاور رب اقضي على هذا الضعف. يا رب اقضي، أنا واقف قدام روح القضاء، أنا بطلب قضاءك على الضعف ده، بطلب قضاءك على صغر النفس ده، بطلب قضاءك، أنا واقف في القضاء الإلهي. طب ليه يديك صلاحية أنك توقف في القضاء الإلهي؟ الإبن، لأن الإبن اللي أنت واقف قدامه بتطلب أنه يحرق ليك حاجة، هو الإبن اللي واقف فيك وما بيدينكش، هو اللي خلصك، هو الغطى اللي أنت واقف فيه في المحضر الإلهي، في كرسي القضاء. القاعد على كرسي القضاء هو اللي ساكن فيك بيقولك انا ما بدينكش، انا بخلصتك.